ورجعت لكم تاني، وتعالوا نكمل بقى اللعبه العظيمه ديت ونشوف ايه الاخبار. احنا وقفنا امبارح لما نط فوق نزل في الميه زي ما تفتكروا لو فاكرين بقى. الله ده كان متعدي. بص بقى عشان ايه بقى، مش فاهم ايه اللي حصل، مش فاهم ايه اللي حصل. ده لازم اهرب. ايه ده مش فاهم ايه اللي حصل. جوت ذا دوكس. ده هيكمل لي مطرح ما وقفنا المره اللي فاتت. طب كويس اكننا بنعيد حته لطيفه كده برضه. نبقى احنا ايه، خليني اكلت شويه عشان ازود صحتي. معلش معلش. لا يصح يصح. على يدي. لا مفر ايها الجبان، لا مفر ايها الجبان. يلا معلش. لا يمكن ان يفتعل. ها انت زايد، ده في ناس هنا في الارض. يلا اهرب. هنعدي بقى الحته دي احنا شفناها امبارح صح كده؟ في هنا حاجه بتتعمل. خلينا نمشي ال... مفيش اوبشن، مفيش اوبشن، مفيش اوبشن، مش مشكله. اتفرجوا بقى عليها. توقف. هذا هو. اعتقد ذلك. إجابة كافية. تحرك. ما الذي تفعلينه؟ لا تفكر. طيب تعالوا بقى نجمل يا جماعة الموضوع العظيم ده. لحظة واحدة. ماشي هنشوف بقى ايه اللي هيحصل للراجل العظيم ده بقى. احنا
سبناه كده يا عيني ونط في المية اترمى يا عيني، والتانية بقى راحت فين محدش عارف بقى. مساء الخير. في غزالة كانت موجودة هربت جريت هناك. يوم جديد، يوم جديد. ياه، قال لك شهرين بعد، شهرين يا جماعة، قال لك شهرين. 2 months later. كان يا ماشي. Health regeneration, eating certain plants and food from pots will regenerate. تعال ناكل اهو. في حاجات بتقول لك هتعمل regeneration وفي حاجات ما بتعملش regeneration. تعال نشوف اهو هنا. يلا خلاص كده احنا مالينا على الاخر. كويس، صحتنا زي الفل يا رجال. يلا ماشي، return to training. ماشي. فمن سيثق بك؟ ايوه مساء الخير. انا هسكب بقى عشان اتفرج. هل انت مستعد؟ اظنني كذلك. لا تفكر في الماضي، فلا تاثير له على الحاضر. ارتدي ملابسك وسنبدا. هيا يا باسم كما تدربنا. امرك يا قائدي. حاضر. براكتس الايه؟ الليب اوف فيث. هننط النطه العظيمه بتاعتنا. طيب هنطلع فوق الاول بس معلش. من هنا ما في. الله 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 الله. يبقى المفروض ايه، نطلع كده مثلا؟ في كده؟ ما فيش كده. طيب نطلع فوق. في كده؟ استنى. شفتوا بقى الشغل بقى؟ شفتوا الشغل؟ نطلع فوق. فيك فوق، فيك فوق، فيك فوق. هاي. روك كلايمينج. ايوه تعالى كده. لا كمل 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 كمل. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. لا انا قوي انا على طول لحضرتك، ما تقوليش مش عارف ايه. تعالى بقى ننط النطه بتاعتي. استعد. يلا يلا شكرا. سنحاول غدا. يعني شعرت اني بخير. استطيع ان ارى ذلك في جسدك، تفقد تركيزك بسهوله. تعد قفزة الثقة خطوة حاسمة في طريقك نحو البدء. ماشي. وهي من أولى شعائر الأخوية وأقدسها. لتأديتها بنجاح لابد أولا أن تثبت عقلك وجسدك. تفرجوا 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 هينط إزاي. وأن تحتوي الخوف وتخلده وتعثر على السكينة وتتحرر. أمرك معزتي. لنعد إلى المعسكر. حاضر. هل أسألك شيئا؟ يمكنك. في الأنبار عند القصر شهدت اجتماعا بين الخليفة وخمسة رجال مقنعين أفراد التنظيم. كان الخليفة يحمي الغرض الذي اكتشفوه، لكنه كان يجهل نياتي حتى إنه لم يكن يعرفهم بالاسم. كيف لأقوى الرجال نفوذا في بغداد أن يطأطئ رأسه هكذا لأشخاص مجهولي الهوية؟ هيمن التنظيم على رجال كهؤلاء وبلادهم لقرون من خلال إقناعهم بحقيقتهم أنهم حكام العالم الطبيعيون. لم يكن الخليفة سوى دمية بين أيديهم، وكذلك سيكون من يخلفه. الخلافة برمتها تحت تأثيرهم. باسم، تحدث إلى فولاد وانظر إن كان يحتاج المساعدة. سنواصل التدريب لاحقا. فولاد؟ ماشي. فين أنت يا فولاد؟ هل رأيت المرشد ريحان؟ مساء الخير. يستعد لاستقبال طبعا. ازيك يا فولاذ؟ مرحبا يا باسم. ما خطبك؟ الحق انني محبط منذ وفاة الخليفة، والتنظيم يزداد بأسا في بغداد وقد حصرنا في هذا الجبل. المرشد ريحان يعلم ما يفعل بالتأكيد. علي التحلي بثقة. طيب اعمل لك ايه بقى يعني؟ فين فولاذ؟ أين فولاذ؟ لعله موجود في حجرته كالعادة. سأعود إلى العمل بأي حال. أراك لاحقا. يستعد لاستقبال مبعوث الطاهريين يا معلم. شكرا. طيب خلينا نشوف. في حد قاعد هنا؟ مساء الخير. كيف حال نور الصقر الباسل؟ هل سيقع أم سيرتفع؟ ستطير يا صديقي إن شاء الله. شكراً لك. أتعرف أن سجايانا متماثلة؟ ما دليلك على هذا؟
غضب واحد من بني موسى عليك ولم يحرك ذلك فيك ساكناً، هل تذكر؟ لم ألمس مطرقته. رفضت الاعتذار إليه عن شيء لم تقترف؟ أحترم فيك هذا، أنت عنيد مثلي. وصفوني بما هو أسوأ. هل رأيت فولاذ في المعسكر؟ قد رأيته يتحدث إلى أحمد قرب حجرته. أراك لاحقاً. هي حجرته دي يا جماعة فوق كده، يعني الناس نطلع من هنا بقى المفروض. مساء الخير، معلش أنا جيت عملت لكم دوشة شوية، أنا آسف. لنتحدث عن هذا لاحقا. يلا أنت أهو، أنت أهو، أهو ده فولاذ. ما هذا الذي في الركن هنا؟ رسم صغير؟ إنه توقيع، حتى تعلم أني رسمت هذا وليس يا سلام. أو أنكى من ذلك أبو جعفر. أنا أمزحك فحسب. وداعا. باسم، كيف حالك؟ أجل كيدو، الطعام آت. إنه ذكي، وأحسب أن الذكاء يتناغم مع الصبر. يذكرني هذا بشخص. هل تحدثت إلى المعلمة روشان؟ تحلى بالصبر وترفق في تقدمك. سأضع هذا نصب عيني. طلبت مني روشان أن أقابلك. نعم، تحتاج رفقة إلى أشرطة جلدية، هل تستطيع إحضارها من المستودع؟ سأفعل يا فولاذ. أراك لاحقا. الراجل عايز جلد في الآخر، بعد كل اللي احنا عملناه ده في الآخر طلع عايز جلد. قالت لك روح، أصل عنده شوية مشاكل، تعالى ناكل يا جماعة عشان صحتي مش قد كده. تمام، بعد قالت لك روح شوف بقى، يمكن يكون عنده شوية مشاكل، معلش بقى هيحتاج مش عارف ايه منك، فتعالى نشوف هو عايزنا نجيب له جلد. الجلد هو اللي بتعلم عليه نقدر في أي مصلحة تانية، نشوف في حاجات تانية. هذا ليس المطلوب. هذا ليس المطلوب، شفته؟ وهذا العثور على شيء هنا. هو أنت جاي تسرق؟ أنت حياته كلها حرامي ده الراجل ده يا جماعة. ماشي، شريط لو في حاجة مهمة بتطلعي تاني. هذا ليس شريطا جيدا. هو مكان غلط شكله كله. حضرتك هو مفيش حاجة هنا. صح؟ في حاجة هنا فوق أهي. لا ده الريت، خلاص أنا رايح على تاني دي. طيب. اكسبلور الاريا. الله، لا لا عايز ابص. يبقى ممكن يكون يا جماعه في فوق مثلا، او ممكن نقرا الورقه بقى، ممكن تكون الورقه فيها معلومه سريه. تعالوا نشوف كده. قال لك ايه بقى؟ قال لك بي شور تو ريمايند كولكتد اند كرونيك مش الكتريز اوف ايذرز. ما فيش حاجه عن الليذر خالص، كلام فارغ ملوش لازم. طيب هنا في حاجه هنا اهي بقى، اهي هو ده. ايه بس ايه اللي حصل؟ احنا برضه انت تقصد التنظيم يا حبان. انا لا يسعني الحديث الا عما اعرفه يا صديقي. معلش، الخليفة يرغب في ردع المتمردين، واذا اردت مد يد العون لهم فليس باستطاعتنا ان نضمن حمايتك من عاقبة افعالك لدى الخلافة. يمدنا المتمردون بالانباء في بغداد، نحن عميان بدونهم. مهما يكن من أمر، فالوالي محمد عازم على إظهار قدرته على التخلص من هذا التمرد سريعاً. لا شك في ذلك. أتيت لأحذرك، تتغير الأحوال بسرعة في بغداد، لعلك ستضطر إلى التصرف بأسرع مما توقعت. فهمتك يا أبان. حلو الكلام ده يا جماعة. طيب هذا يعني أن الطاهريين الذين يحكمون هذه الأراضي هم الحائل الوحيد بين ألموت وهجوم واسع النطاق. الله إلى متى سيستمر ذلك؟ معلش يا أستاذنا، كل حاجة هتبقى زي الفل إن شاء الله، هنحل المشاكل دي كلها، لا تقلق. فين الأستاذ اسمه إيه؟ فواز؟ أنا في كلام ده، في قراية كثيرة جدا في الموضوع يا أستاذنا. كيف يسير البناء؟ فين البناء يا مرة؟ هذا وقت أطول مما توقعناه. معلش، قدر الله ما شاء فعل. المرشد ريحان رجل حكيم، لكنه يتكلم عن الجبل وكأننا سنبني عليه. علينا الصبر والاسترشاد به. قالت المعلمة روشان إنني يجب أن لا أتعجل العودة إلى مدينة السلام.
آه. ما كنت لأتعجل أبداً. لقد أضحت بغداد مختلفة الآن. لقد اشتد الخطر فيها. الله عظيم يا معان. انزل يلا روح. فين الرجل؟ اهو. مساء الخير حضرتك. طب هو ده، تعال نشوف. رفقة؟ باسم، باسم، هل تجوب الآن أرجاء المخيم بلا غاية؟ لا، لدي هذا الشريط الجلدي من أجلك، هل يفي بالغرض؟ أصرت روشان على أنك تجاوزت التدرب بالسيوف الخشبية رغم اعتراضي على ذلك. إليك خنجرك. وسيفك، أفخر بأنني عملت عليهما. هذا النصل له طبع مميز. ولم قد أصنع شيئاً غير فريد؟ أنا مدين لك، لم أكن أتوقع الحصول على أسلحة جديدة اليوم. رد لي الدين باستخدامه ضد التنظيم، دعهم يذوقون حدة طبعه. ممتاز جدا. لقد تلقيت تدريبا اضافيا اليوم. حاضر. اتوق الى ذلك. كيف حال التدريب يا صديقي؟ نضرب على من الخنجر. طريقه جديده للامساك بالسكين، وقد تحسنت دقه ضرباتي كثيرا. يلا. اذا القيت السكين بهذه الطريقه تطير في الهواء بسرعه ودقه. اتوق الى ذلك. اذكرك كيف تستخدم السكين. طيب، قال لك R2 to open، وبعدين بننقي دول بالار، واخدين بالكم؟ يعني هنا في التورش وفي هنا ثرو نايف، بس كده معانا ثرو نايف صح؟ اهو معايا هولد اند ايم اند ثرو. على ايه بقى يا فندم؟ على اي حاجه؟ يعني ارمي مثلا على ده كده؟ يا الهي احسنت صنعا. يا الهي الحاجه كويسه؟ اوكي. صوت؟ صوت مني؟ شجعتني على اجتهادي في التدريب أكثر. الله يبارك لك. خد اهو، إيه رأيك؟ صوت مني؟ Go to the training ground. Training ground فين؟ فوق. من هنا بقى. هم عايشين في حاجة غريبة جدا، ده إيه ده، غابة دي ولا إيه؟ متعبة كمان، يعني أنا تخيلوا يا جماعة لو أنتوا عايشين كل يوم عشان ترجع بيتكم تعمل اللي انت شايفه قدامك ده، المناظر بتطلع بقى كل الجبال جايه تتسلق و... طيب نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ امسك بقى، اعمل حاجه في حياتك. يلا تعالى اطلع اطلع اطلع. ده الليفت يا جماعه، تخيلوا ده الاسانسير. السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام. هل ارسلك فلان؟ لا لم يرسلك. شكله ياباني ده ولا ايه؟ الم تاتي لتساعدني في نقل الصخور؟ لست المقصود بالتاكيد. لا أصبحت تمرين، لكن لا وقت لدي للحديث، يجب أن أجد حلا. سأدعوك لمحل. أنت ممكن تعمل الحل لوحدك. معلش ليفت. الله، أنت هتساعده؟ طيب. بريس وين يو تو يوز وان. إيه اللي حصل؟ مش عارف. سبيك. السلام عليكم يا سيدي. ماله هادي؟ وعليكم السلام. كنت عند الجبال باكرا، وقد هالني منظر قلعة ألموت حين رأيتها. دعانا المرشد ريحان إلى الاستلهام من الأعشاش التي بنتها الصقور على قمم ألموت. أستطيع إدراك التأثير. وداعا. في رعاية الله. ممتاز، تعال نشوف. الله 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 الله، يا سلام. الله، روح 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 روح. الله ما شاء الله عليك. سلام. تخيل يا جماعه انت كل يوم بترجع البيت تعمل الحاجات اللي انت شايفينها قدامكم دي عشان تطلع مثلا اوضتك بقى اتنين بقى تركن. الله 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 الله. لا يا جماعه ده موضوع اوفر جدا. يا سلام. ايه بقى اللي فوق هنا؟ ده اوضه العراق. سلام. عمل جيد.
نلتقي غدا. باسم، حان وقت التدرب على القتال. اندهشت حين أعطتني رفقة هذا. أليس من الخسة أن يقاتل المستتر بالسيف؟ نحن المستترون ينبغي أن نقاتل بأسلحة مختلفة. لا نعرف أي مبلغ سيبلغه القتال. أي شخص يمكنه حمل السيف، لكن كيف سيستخدمه؟ أنا هنا لأتعلم ذلك. أأنت حقاً هنا؟ ده في استهتار درجة أولى. أنت هنا بجسدك، لكن هل أنت هنا روحاً وذهناً؟ أحجية؟ لا، لا ما الفرق بين الحياة والموت. السلام. هنحارب بعض ولا ايه؟ احرص على استهدافي والدوران حولي، لا تدر ظهرك للخصم. عامل ايه طيب؟ جيد، هذا افضل. اريني طعناتك السريعة اولا. هذا قصة عليها بدي. جيد. ها؟ اجل. أحياناً علينا الهجوم بقوة أكبر لإلحاق ضرر الشلت. ماشي، سيعرضك هذا للهجوم، لذا تخير الوقت المناسب. والآن هيا نعمل دي هول بريس. نعم هكذا، هاجم بقوة. هل ممتاز؟ شكرا. والآن إلى الدفاع، يمكنك تفادي هجمات خصمك. بعد التفادي بنجاح بضع مرات ستشل حركة الخصم. حاول تفادي هجماتي. ماشي يلا. هل أصلي؟ أجل. الله، أنا طارت خلاص. إيه تعالي. الله شكرا ليك، أعطيك عب عليك. لا 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 لا، حسيت نفسي يا جماعة. تعال تعال تعال. هاي طايمك، أما طايمك. شكرا. بعض الهجمات لا يسعك تفاديها، بل يجب مراوغتها. جهز نفسك. حاضر يلا. أحسنت صنعا. شكرا. هذه هي الطريقة. صحيح. أحسنت. أول ما تنور أحمد بصورة. والآن لنجرب القتال الحر. استغل ما علمتك إياه. ماشي، نعمل إيه بقى عايزك؟ فوجئت بذلك. أحسنت. بس أنا شفت حاجة. دايم شفته، يعني قال لك دايم. بس خلاص ما تعطش بقى، تزيد بقى. بس 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 الله الله الله، إليك هذه. انتهى تدريبنا اليوم باسم. لماذا يجب أن نتوقف؟ لم أتعلم من الإخفاق الشرعي. التعلم الحقيقي يقتضي الحركة والسكون بالقدر نفسه، وقد أديت الحركة. والآن التمس السكون، لا تستعجل التدريب، كن صبورا. الفشل جزء من تقدم سعيك. فكر فيما قلته لك وعد بحال أفضل. أمرك معلمتي، سأفعل. جيد، أراك لاحقا. شكرا يا معلمة. هو مسك كتفه يا جماعة، وجعه من حاجة تقريبا. هم قالوا لي بقى في اليوبيسوفت ابلكيشن ان انا لما ابدا بعد كده هتلاقي في تخش بقى مش مكان كده، تلاقي بقى اللبس والاسلحه والحاجات الحلوه. ما اعرفش بقى دلوقتي هلاقي ولا بعدين. شوف على مدى قربك من اخيك سنعرف مزيدا من الانباء عن قريب، وبعدها يمكننا التصرف. السلام عليكم يا ابا جعفر. اسمي احمد. الو احمد، المعذره. معلش. لا عليك، تعال واستدفئ بالنار. تفضل تفضل، ارتاح. اخونا احمد سيرحل عنا في الغد.
إلى بغداد، بيت الحكمة. بيت الحكمة؟ عملت أنا وأخي هناك أعواما عديدة، ما زال لدي أمور أود العمل عليها. العلم لا ينتظر أحدا، وسأفي بواجبي كمستتر لأن أكون لكم عينا وأذنا وسط العلماء. يا فولاد، احكي لي باسم قصة الريش. قصة الريش؟ إن عادة الريش لدينا تنحدر من مصر، إنها تمثل ريش ماعة. كانوا يغمسون ريش البلشون في دماء المستهدفين، ثم يترك الريش ليحكم في أمره إله الدوات. من الضروري أن نتحلى بالتواضع ونعرف منزلتنا في هذا العمل. ما نحن إلا رسل العدل، ولسنا من يقرر الحكم في النهاية. هل من مساعد في العسس الليلة؟ سأصحبك يا نور، لابد أن أحرك جسدي إذا أردت الدفء. أنا ممتن لذلك، فلنذهب. هل ستأتي يا باسم؟ أترك الحكايات لوقت آخر. لم يصلنا رسول من سامراء منذ مدة طويلة. أنت من هناك صحيح؟ قال لك هولد التورش بقى، خدوا بالكم بقى، هناخد التورش. التورش قال لك نعمل إيه؟ قال لك ندوس دوسة طويلة كده على إيه؟ على ار 2، ونطلع فوق بار ونريس كده معانا اهو. يلا مساء الخير، اتفضل. مولع النار اهو وجاي ادلعك. بكل تأكيد سمعت المرشد ريحان يتحدث الى المبعوث انفا. ساله المرشد ريحان عن احتمال تعرضنا لهجوم اذا تعاوننا مع المتمردين في بغداد. هل نحن بامان هنا في علموت؟ لا اعلم ذلك، لكنني اشفق على من سيهاجمون عش الصقور هذا. كيف تسير الحراسة؟ لا شيء يحدث في ألموت. إيه الموضوع؟ لم نصل إلى الأخدود الرئيسي. ممتاز، سنبدأ من هنا. شكرا لك. هيا يا نور اتبعني. حاضر. Go to the watch point. Watch point دي اللي بيطير من عليها عشان يبقى في map. بص الماب not available. طيب فين فين اللي من هنا؟ يلا اتبعني، تعال وراي. تعال هنولع الدنيا. إلى استهلال عملي. هو انا المفروض اعمل ايه؟ اطلع فوق صح؟ اشعر انني كنت استعد هذا فوق. لم انام في الليله اطلع هنا بقى. على تكليفي. حاسب يا ابني، حاسب يا ابني، في نار معايا، تولع كده انت. كل شست يلا خدنا ما اعرفش اللي جوه. لكن بانتظارنا مجهول اعظم بعد ان نبدا اعمالنا. تتحدث عن الطاغين؟ اراهم مثل الوحوش في الحكايات، يختبئون في الاركان والازقه المظلمه. انا الراجل قطعت حواري معايا صح؟ شفتوا بقى؟ ده اللي بقولكوا عليه. هذه مهجة مدهشة، قريبا ستحظى بصقرك الخاص. عرفني فولاذ بصقر يسمى انكيدو، قال ان بيني وبينه كثيرا من الخصال المشتركة، ولم يكن يقصد المدح. الو مشي ارك، انك في علاقة كويسة. اكستار مشي. حاضر، ماله يبص كده؟ يلا توكل على الله. بهدوء يا باسم. بهدوء؟ هذا في حد هناك. اوبا. اعثر على مخبأ. وهذا المكان نحن قربنا عسكريا، سنتفوق عليهم حتما. استعدوا، كفوا عن إثارة الضجيج. هو سحب واحد وانا سحبت واحد. انا خلفه. بلاش. اوافق. حاضر حاضر. تعال باي. خلاص مش هسيب دجة دجة، بس عنده في واحد فوق واحد تحت. جاهز؟ يلا ليتس جو. سلام يا حبيبي، سلام. تعال 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 تعال. شفت بقى؟ قال له بص بص قابل، مع السلامة. بص ما بيضيعش وقت الراجل ده يا جماعة. باسم اسمه.
لا يشبه الأهداف الخشبية، صحيح؟ ليس الأمر كذلك. هذا السيف، ماذا به؟ مرتزقة بغداد يستخدمون هذه الأسلحة. يجب أن نحذر الآخرين. دول كان يعملوا ايه؟ ما نعرفش، هنشوف. كيف تعرف ذلك؟ ايوه صحيح، ميز باسم طريقة صنع السيف. انا اصدقه. احضره هنا. كيف عرفت ان هؤلاء الرجال من بغداد؟ لقد نشأت في شوارعها، رأيت سيوفهم تلك مرات عديدة وعن قرب. خلف كل جماعة من المرتزقة رجل يأتمرون بأمره. أجل، وعلينا التصرف إن أردنا معرفة من يكون. ماشي، سنعود إلى بغداد ونلتمس مساعدة علي بن محمد. بالتأكيد صاحب الزنج، إنه خطير وأحمق ضار. ربما، لكنه أحد حلفائنا المعدودين في بغداد، نحتاج إليه وإلى رجاله. سوف أرجع إلى بغداد. والله كتر خيركم. اذهب إلى علي، اكتشف إذا كان التنظيم أرسله. سأفعل. وفقك الله. مع السلامة عليكم. بالتوفيق. السلام. وداعا. ده شكله هيموت. أراك لاحقا. لا، انت هتوحشنا تقريبا. الله الله الله، العب بقى، انا بموت في الاغاني بقى. دولت يا جماعة. سلام، هو ده الشغل. العب، افتح عينك بقى نبدا الشغل. هو ده، هو ده. طيب، جو تو الحسنز وركشوب. الحسنز وركشوب تحت، فاحنا هننط نطه اللي بس في حاجه حوالينا الاول، بس كده عشان بس نبقى ما فيش حاجه تفوتنا. بس ممكن الراجل كان بيعمل مديتيشن، هو طلع ازاي فوق؟ طبعا اتصور بقى وعمل بلاوي سودا. يا ساتر، العب. السلام عليكم يا باسم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أهلا بكم؟ يلا بينا نلتقي. يلا نلتقي. نسأل الأستاذ. أيوه. السلام عليكم يا رفيق. وعليكم السلام يا باسم. يا له من يوم بطيء وممل. أعرفت أنني كلفت ببدء العمل؟ هل صرنا نكلف أي شخص الآن؟ ما الذي حملك على قول هذا الكلام؟ اهدأ يا باسم، أعلم أن هذا هو يومك المنتظر. وفقك الله. ذلك
وفقني الله على الوقت كده. الرجل تحت اهو. مساء الخير. أنا أستاذ. ما هو شعورك في هذا اليوم الميمون؟ يساورني شعور غريب أيها الحسن. نفسي أهدأ مما كنت أخافها. خلت أنها ستكون كالبحر الهائج، لكنني هادئ ومطمئن. ذلك لأنك نذرت نفسك للتدريب ولم تترك مجالا للمصادفة. خذ هذا يا باسل، إنك تستحقه، إنه تكريم عظيم. لا أظن أنك تدركه. المعلمة روشان تنتظرني مع الآخرين. وداعا وشكرا لك أيها الحسن. يلا بينا. لا لا، لوقعت لوقعت زي الهبل كده. الله 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 الله، هو انت تافه ولا انت فوت؟ ايه احسن كلامه ما بيقعش كده يا جماعه. يلا اجري 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 اجري. روح جوه، خش شوف جوه ايه اللي بيحصل. يلا بقى يلا بقى، جه الوقت خلاص. كيف تشعر؟ مستعد للقفزه. أود أن تعلم أني شرطت بمراقبتك خلال مسارك كمبتدئ وكرجل. إنني ممتن لك على تمهيد السبيل أمامي. هذا شرف لي. هيا، رداءك الجديد في انتظارك. إنه يناسبك تماما. هيا، لقد حان الوقت. كيف شعرت في ذلك اليوم الذي مر عليه زمن؟ شعرت بالخوف. تصببت كفاي عرقا وكان فكرتي ترتجفان. لا أستطيع أن أتخيلك خائفاً. اسمح لي بأن أبوح لك بسر في هذا اليوم الجليل. التحلي بشجاعة يعني أن تتصرف في غمرة شعورك بالخوف الشديد. باسم ابن إسحاق، هل أنت على استعداد لأن تهجر حياتك وتسير في درب الظلال؟ نعم. هل أنت على استعداد لنبذ كل ما ظننت يوماً أنك عليه وللتضحية بالغالي والنفيس؟ نعم. إياك أن تنسى العهود التي قطعتها على نفسك. أبعد نصلك عن الأبرياء. اختبئ على مرأى العيان. إياك وأن تكشف أمر الأخوية. ثم ستغادر الظلام نحو النور. ومن النور انه بيقطع صباعه صح؟ ولا قطعه خلاص؟ قبل الاخير تقريبا في الايد الشمال مفروض تقريبا بيعمل الحركه دي. ايوه بالظبط كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. اديله يا الله يا الله يا الله. باسم ابن إسحاق، إنك الآن تتبع سبيل الصقر. مرحبا بك أيها المستتر، مت وبعثت من جديد. شكرا. قاتلني الآن ندا لند. خلاص خلاص، تحول لأسد ولا إيه؟ خلاص، هي تخطط على فكرة، تخطط بالكم. هو كان بيضرب إيه بقى؟ بأي سلاح تعال. ما قلت لكم يا جماعه هيوحشنا. شفتوا هيدوني ايه؟ انا قلت لكم يا جماعه، قلت لكم ده اللي هيحصل. شفتوا؟ قلت لكم هيوحشنا. لا تجهد نفسك، ادخر قوتك. لقد سافر دون استعداد، غادر بغداد على عجل. إليك هذا، اشرب. علي، لقد اختفى، أخذوه خلال الليل. من؟ التنظيم. انقلوه إلى خيمتي. اختفاء علي يجعلنا كالعميان. صارت تحركات التنظيم في بغداد خفية عنا. يجب أن نذهب إلى بغداد. الله لازم. باسم اذهب مع فلان، فلتغادر. الله مع السلامة. أنا نمشي بس عندنا مشاوير، هنستأذنكم معلش. شكل الموضوع كبير بقى. ماشي. لا شيء واقع مطلق. الله، ده انا اخدت يا جماعه، شفتوا التروفي اللي اخدته بالعربي بس مكتوب بالانجليزي. الله، جميل قوي الموضوع ده يا جماعه، ده موضوع مهم جدا بيحصل ده. لكن احنا هنوصل لبكره. نشوفكم بكره بقى ان شاء الله يا جماعه، لما نوصل بالسلامه، لان الموضوع مطول شويه قبل ما نوصل ان شاء الله. ادعوا لنا انتوا بس، ادعوا لنا يا جماعه نوصل بالسلامه ان شاء الله. يا سلام، فرحان انت بيها دي. ها مين اللي بيغني ده؟ حمار بحر درويش يا جماعه. صوت زي والله. يا سلام يا سلام، العب العب. باسم لنواصل التحرك. معلش كان سرحان شوي. في الأرجاء أولا، تسمحين لي؟ تناديني بغداد وما حولها. لا بأس، لكن لا تتأخر، ينتظرنا عمل كثير عند وصولنا إلى الحربية.
ابحث عن ساحة مسقوفة بعريشة تقع قرب مسجد الشارع. كان نور يرصد الأنباء في ذلك المكان. سنذهب إلى الفايزية. حاضر. تعصب ليه بس؟ خلاص مش في حاجة مش موجودة ولا إيه؟ بقى تقريبا أصاب بهلاوس السمعية البصرية. سلام. والآن إيه ده؟ أين سيأخذني القلب؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ إيه اللي حصل ده؟ ليفل أب؟ ده أنا باخد كم ريوردز جبار. ده أنا لقيت أهو. في أي حاجة معاها ولا إيه؟ ماشي. بس كده نبص بس. مساء الخير. يلا بينا بيه. يلا اديله. اديله. احتاج الى مساعدتك. احتاج الى مساعدتك لو سمحت بعمل حاجه في حياتك. هو انا شايف حاجات اهو لما بتضيق كده. انا فاكر كان بتبقى معناها ان هو في حاجه هنا اهو اهو. قالت ثلاثه كده خلاص. بعدين بص مفيش سهم ابيض تاني معناها مفيش حد. ماشي مبسوط انت كده يا نسر. كان ليه مسافة معينة وبعدين بيبيعني. مفيش حاجة اهو. عايزين نطوره بقى. ميستيريس شاردز. شاردز وهيستوريكال سايتس. هبتدي بقى يشوف بقى حاجات انا مش فاهم بقى. هنشوف احنا. ماشي المسافة بعيدة شوية. طيب شكرا ليك يا استاذ نسر. اديله. روح. طيب لو كده البيورو ده هو قالوا لي بقى هتلاقي كل حاجة جوه. المفروض نموتهم يعني. طب ولا انا ايه؟ لا انا مش عايزين نحتك بمسافه. قال لك يا شفته. يلا روح روح روح. يلا روح. في مره كده كنت بروح دايس على حاجه يطلعني على الرود. روح 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 روح. هيا ما قلتهاش ليه؟ طيب ايه ده؟ في حد هنا. استنى استنى استنى. ارشدني يا ايمن. ايوه اعمل حاجه في حياتك. استنى. حلو ظبطنا الاداء اهو. في بقى هنا في حد هنا. عارفين ده شكله حد بيوصل طلبيات. هل بقى هو ارامكس؟ سوري قصدي امازون ولا التاني اللي عايز مني فلوس؟ يقول سمير ان الترك يشاهدون قلب الجيش. استنى يا جماعه لحظه واحده. والله احنا دخلنا هنا بالصدفه يا جماعه ولقينا الاوتفيت والحاجات دي كلها. بس هو ده الاوتفيت ده اللي هو لابسه ده. مفيش بقى حاجه زياده فيه. في سكيلز بقى طبعا زي زمان بقى ننقي. بس احنا ما عندناش ولا سكيل بوينتس موجودين. لا في تو سكيل بوينتس. سبيندينج سكيل بوينتس اون سكيل نوتس. ماشي دي لو خدناها ده بيعمل ايه؟ بيعرف يضرب برجله كده تافه جدا. بس ممكن نشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل لو عملناها. بريك فول. ماشي دي مش هتاثر فيك يعني لو وقعت. ايه دي بقى؟ لا تشانس فوكس. اي كلام. خيركوا ايه في الموضوع ده؟ لا سيبكم من فوكس كاباسيتي. بيعمل ايه؟ ده بيعمل لوت على طول. لوت ان انمي اوتوماتيكلي. انا بحب دي جدا.
increase the maximum number of elixirs you can carry at the same time by one. Through knives that hit an enemy can be retrieved from their corpse. ماشي. Basim's skill as a pickpocket increase, helping him retrieve the targets valuable more efficiently. You can select second tier. ماشي. Upgrade each available tool. Warning resetting will remove. ماشي. هنا. By visiting the tool. ماشي. You can unlock a new slot for a tool. Tool دي هنفهمها بعدين لما نروح لها بقى. بس انا مبدئيا دول عاجبني جدا. ماشي يعني لحد دلوقتي اللين ده كله. تيل هير. لا تيل هير. ماشي. النسر بقى. الراجل قال لك ايه بقى؟ قال لك view reveals keys and elements. اه حلو الكلام ده قوي. ده اللي انا عايزه اصلا. هنا بقى قال لك perception is increased making tagging enemies easier. وهنا increase making tagging anyway easier and easier. Reveal the patrol path. حلو. Holding will sneak your aim to an enemy as they detect you, giving you an opportunity to kill them and remain undetected. ماشي. Increase the eagle vision. آه ده حلو ده. Automatically highlighted enemies when crouched. حلو قوي ده. طيب الليل ده كله بتاع النسر جبار بصراحة. طيب انا عايز ده. ده مهم قوي بصراحة. وبعدين نخش على هنا. هخلص النسر كله الاول. بس كده. مصرح معكم. دي الكودكس. ماشي. في بقى جوه انا. في حلقاتنا في الانفنتوري. انا معانا الحاجات اللي لقاها. السيف العظيم اهو معانا. شكرا. بس في لبس بقى هيجي لنا ما تخافوش. في لبس هنروح بس المكتب هنلاقي كل حاجه. في لبس جامد قوي منهم اصلا. طيب ودي تولز اهي اللي احنا قلنا عليها. عشان نفتح الانهانسمنت نفتح بقى كذا واحد هنا. فهمت كده. ماشي. طيب تعالوا نكمل بقى يا جماعه. الناس الدنيا اتطورت عنده مفروض. بس انا كان عنده حد تاني عايز يوريهولنا. فين؟ فين هنا مفروض؟ هنا حضرتك. ايوه. طب روح 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 روح. في اي مصلحة؟ ايش هنا اهو. هنا في حد. ده. شكرا. انيجماز. واو. في حد هنا. اتنين اهو. ماشي. في حد هنا. ماشي. طيب تعالى بقى نرجع. ارجع يا استاذ. طيب احنا المفروض ان احنا نتداري. فانا طبعا انا مش باللي انا راكبه ده استحالة اكون متداري. فتعالوا ننزل كده. يا لها من مشاهد مألوفة. هنا في واحد اهي. ماشي. تحياتي لي. كودكس دي معناها ان احنا قرايات بس. بصوا في كودكس. قرايات 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 قرايات. باك. استنى بقى. ده في كنز ذهبي. فين الكنس الذهبي ده؟ شكله جبار يعني. بصوا الكنس الذهبي فين؟ اهو فوق اهو. بس عليه حراسة مشددة. هي.
وط صوتك بس وط صوتك، انت بتعمل دوشة كده ليه؟ بالسلامة. ايوه كده ايوه كده، خليك هادي كده، انت عملت الاصوات ليه كده؟ طيب فين ال في واحد تحت؟ بالسلامة كده ماتوا كلهم. الصندوق فين؟ هنا فوق. عايز ايه؟ حد شافني؟ اه كوميونيتي اوف كوميتنج الليجال اكشن ريسز موتيفيتد جوج ديفايدد 3 ليفلز. ماشي حاضر هعمل تم حاضر كتر الخير الدنيا. ولو حد بقى جامد بيجي لي بقى واحد من الناس اللي تقال بقى. اه في صوره هيتحط ليا، لو الموضوع زاد ممكن اجلها، ممكن ادفع فلوس. لم اعد مستترا، لم اعد مستترا. شفتوا بقى؟ فين كل ده عشان الصندوق العظيم ده؟ اتمنى بس يكون في حاجه محترمه على القيمه في الاخر. ايه اللي حصل؟ على رسلك. ايه ده ايه ده في ايه؟ الله 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 الله. ده ارمورد، ده ارمورد. اه يا ابني ايه اللي حصل؟ انا المفروض انط، انا اتعودت ساعتها. استامينا ديبليدد. ماشي حاضر. سلامة سلامة يا بطل. في اي مصلحة اتخذت؟ ما استعد ده يا جماعة، لازم اقفل عشان الفيديو خلص. طيب احنا المفروض بقى ايه؟ بنهدى بقى. فين البوستر؟ عايز ايه انت؟ فين انت؟ حد قفشني؟ تعال. اجدت تعليم لكن كن صبور. فهمت. خلاص ممكن خلاص. في بقى بوستر ليا ولا ايه؟ اه في بوستر ليا المفروض ان انا اشيله. اه شفت بقى اللي حصل ده؟ لوكيت الكويستس. يلا اطلع. فين البوستر بس؟ ماذا ترى؟ اه شفت في كوستات اهو. دي كوستاية يعني. هنخلص الحتة دي ونقفل ان شاء الله. اه واحد هنا ممتعون متنطورين بطريقة هستيرية. واحد اهو واحد اهو. مش كفاية كده؟ اه السورة اهي. لقد تكاسلت ما يكفي. ان فولاذ وروشان في انتظار بالمقر حتما. اه معلش الراجل ده بقى قال لك معاه صورتي. عندنا حل بقى، بيقولك اما تدفع فلوس. يود المحتسب تذكير جميع. معيش معيش توكن يا لطيف. هموته؟ لا مش هموته طبعا. بس انت التمزج اهو. شايف لي صورة هنا بس هي فين الصورة؟ أعرني عينيك. الصندوق ده مثلا؟ والله ما عارف حاجة. هي الصورة تحتية دي ولا ايه؟ في الصندوق الصورة. معقولة؟ ده اوفر قوي كده يبقى. ده انا بقى عندي ايه؟ تو ليفلز. طبعا انا كده المفروض ان انا مش مفروض ان انا كده مش مفقوس يعني.
طيب انا استخبى هنا يا جماعه ونكمل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله رب العالمين، وتعالوا نشوف ايه الاخبار يا ترى في التعليقات، هل مبسوطين ولا لا.